من المستحيل القوانين. نقول لك رضوان، العدالة أقوى جيش في العالم. صح. اليوم لازم تغير القوانين. لازم تدير قانون. قانون المشرع هو يديره يقول باللي قاسي سعيد محمد رئيس نادي ما خلي الديون 20 مليار وراح يمشي. لا ما تمشيش، ما خليكش تمشي، تدبر راسك كيفاش ترد الديون. لكن اذا كانت هذه 20 مليار مش تاع رئيس واحد، تاع تراكم ديون لسنوات. فهمني واش راني نقول هنايا. كي نقول قاسي سعيد، كاين ناس موراه اللي خلاو الديون قبل ما تلحق القاسي سعيد، قبل ما تلحق ليك وقبل ما تلحق عليك، نشوف الاولاني اللي خلى الديون. صح. ما خليكش تروح انا بلا ما ترد الديون. يعني ساهل تجي تحط الفريق هذايا في مأزق ودير له ديون تاع 20 مليار وتروح سلك روحك. لا ما تسلكش روحك خويا، تقعد في النادي تدبر راسك باش ترد الديون هذوما. اليوم مردوان انا نشوف هنايا لي سيبورتير كما كان يتقلم دوك عليا لي سيبورتير هما الضحيه. انا نسمع لي سيبورتير هنايا في الكاميرا، اعطونا شريكه اعطونا شريكه. كيفاش تعطيكم شريكه والاخرين علاش داو شريكه؟ ثاني جاي رضوان، المفروض لازم يكونوا سو لو ميم بيي ديغاليتي. هذه ماني معاك. ماكاش شريكه، ماكاش شريكه. ماشي انت عندك، انت عندك فيراري وانا اركات ونروحوا نديروا لاكورس. خليني من فيراري والاركات، كيفاش انت عندك شركه وانا ما عنديش؟ مناصرين يطالبوا شركات، اطلب الخدمه راح تخدم. وربما انتم ما راكوش تخدموا في شركه، تحوسوا تجيبوا شركه للنادي ديالكم. لا هذاك هذاك موضوع اخر. دوك موضوع اخر نقول لك معليش. اليوم محمد خليك غير انت تتكلم، معليش خليني نتناقش. انا كملت كملت. اليوم لازم يكونوا لي كلوب سي لو ميم بيي ديغاليتي. واش دخل الخدمه، الخدمه تاع المناصر هذا اللي يخدم ولا ما يخدمش في موضوعنا؟ نتكلموا على البطوله المحترفه وعلى اذا يطالبوا بشركات. لو فرق وانديه اخرى ما داوش شركات، هما ما يطالبوش بشركات. دوك يروح يخدم ما يخدمش، هذاك شي شغله سامحني، ولكن المنتخب او النوادي من حقهم انها تطالب بشركات. علاش انت عندك شركه وانا ما عنديش؟ وحنا رانا كيف كيف. وانا نوافقك رضوان، انا نقول لك شركه سوا تنحي لهم كاع سوا تعطي لهم. شركه تاع الدوله ما تمولش الانديه، روح لحبي تجيب شركه، روح تجيب شركه بريفي. متفق معك، متفق معك. اموال الشعب لا راهي تروح رضوان. حتى اللي ما عندهم الشركات اموال الشعب لا تروح. اموال الشعب لا راهي تروح. كي الوالي ورئيس البلديه يقعد يمول في النادي الهاوي والنادي الهاوي يديهم من النادي الهاوي لشركه تجاريه، هذوك اموال الشعب. اليوم رضوان، اليوم بيناتنا رضوان، ماشي بيناتنا، الجزائر قاعد تسمع فينا، يرحم باباك هذه الاموال اللي تروح. ولي لي نادي واحد فاز برابطه الابطال. انا معاك، هذه معاك. ولي لي نادي واحد عنده لاعبين في المنتخب الوطني، لاعب للمنتخب الوطني، والاموالك وتصرفوها غير ربي عالم بها.